السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح مساء الخير كل حسب توقيته. أنا زمان ما نزلت لكم فيديوهات، قلت خليني أنزل لكم اليوم فيديو تستفيدون منه شوي بإذن الله تعالى. بنسحب لحم، الله يعيننا على اللحم. نسحب من هنا ونفضي في رقم 2. سحبة واحدة بس، 3 لين نفضي هنا. بدي معي 2,600,000. اليوم ما عندي اي شيء، بس عندي هذه شغلة تروس ما تروس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه 1 بسحب 80 بس. اصفر حلو، اخضر بنفسجي، اصفر ازرق، اصفر 4 نجوم بنفسجي، اخضر بنفسجي، اصفر. هذه 1 اصفر ازرق اخضر بنفسجي، اصفر اصفر حلو، اخضر اصفر بنفسجي. بس ثاني 1 4 نجوم. هذه السحبة الثانية، السحبة الثالثة، هذا الحين كم سحبنا؟ 30. هذه الرابعة، هذه السحبة الخامسة، أربع نجوم أصفر حلو، أربع نجوم أحمر حلو، الخامسة. الحين السادسة، الله يعيننا على هاللحم، الله يعيننا. الحين السابعة، الثامنة والأخيرة. أزرق كثير هنا جاني، أزرق 3 أزرق 4 أزرق. خلاص نجي هنا، هالقروة هذي ما يجوش سالفتها. أنا أخصرت أزرق، خلينا نشوف هنا كم. 80 حلو، 80 حلو. الحين الأخضر، أول شيء نبدأ بالأخضر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هذا هانت خلاص، نقول 300.
اوه يا اللحم، خلاص بس كده يكفي. الله يعيننا. وش هذا اثنين؟ طيب خلصوا منها. هذا كله بإيش؟ اللي هو العرض اللي كان هنا، عرض الديل. نجي هنا الحين، بسم الله. هذا خلاص 29، ما عاد بقاله شيء. نجي البنفسجي. هذا إلى بكرة إن شاء الله نخلصه. هذا خلاص الحين ما عاد بقال إلا شيء بسيط، خلاص بيوصل، وصل ل 29. بيبقى لي حول 300 نقطة. إيه، حوالي 300 نقطة بالضبط. هاي 15 تروس بنفسجي وتقفل. الأصفر، خلينا نشوف الأصفر وين راح يوصل. أربعة وعشرين، يعني تقريبا راح يوصل، ل 25. بس حظي بالأصفر سيء. الحين نشوف الأزرق. تقريبا راح يوصل ل 27، والأحمر في أحمر قليل جاني. يبغى له تكة بس ل 29، ل 26 وبس. ما عندي أي حاجة ثانية. أهم شيء الحين خلصنا الأخضر إحنا، والبنفسجي إلى بكرة إن شاء الله نكون خلصنا. بعدين على 2 3 نكون خلصنا باقي الألوان كلها. ناخذ معاكم مداهمة هنا. 15,000 لحم أونلاين. 14، 16 أونلاين، 16 16 16. فيهم متفقين على الرقم هذا 12 10، 16. لازم فريدة 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 فريدة. حجر حليه ولا بأس به. نشوف كذا نقالنا. ايوه ماتت.
ايه الحجر السيء هذا؟ ماجي ان شاء الله يموت. يلا عساها اخفاق. العين خامسك يا كلب. خلاص كله داي. ها تموت هذه خلاص، حتى لو ضربت كذا خلاص كذا. الأسود للأسود، الأسود للأسود. كم بدي لي أرفع لبعد إن شاء الله يومين، يومين ثلاثة إن شاء الله إني أرفع لبعد وبس. ناخذ معكم مداهمة ثانية. أكره اللعب بالأصفر، خصائص الأصفر، أسوأ خصائص اللعبة كلها الأصفر. سبعتاش والله حليو، 17,000 لحم لحم. ناخذ هذا وين التانك خيونا. حجر سيء، حجر مش ولا بد. ايوه نبقى نشوف الوضع احنا. كذا ايوه حلو حلو ايوه. إلى عن شكلك يا كلب. يا فونج يا كلب. يا ساتر هذا بيحمي يا اخي. انا بقول لكم حاجه دقيقه، انا الحين والله جد الحين هذا موضوع انا كنت بتكلم عنه قبل كم يوم كنت بتكلم عنه، بس دقيقه اصبروا. شل والدينا. وبس 70,000 70,000. هذه شو تسوي؟ والله جد شوفوا الحين اوريكم الحين، شوفوا اللي هي الحين هنا التانك.
التكلفة صارت 165,000 هنا. هذول كم يحتاج لهم؟ 957,000. يعني هذول إن شاء الله إلى الصباح يكون مخلص معاه 9 ساعات تقريبا. بعدين الله يعيننا على الأزرق بنكون خلصنا لونين، بنبدأ دمج هذول على شوي شوي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 دقيقة 18 في 200 3,900 زائد 400، لأن في واحد 4 نجوم، 4,000 نقطة، يعني بيوصل 27 وبس. وعندي بعد هنا الشارات، هذول بخلي، شوف هذول بخليهم بطنشهم. عندي هنا بعد 5 شارات، تقول ليش الحين عندي 14 واحدة بسحبهم عشان هذا كون بطل الشهر هذا هو. وينه ال60؟ وعندي واحد ثاني خلاص ما عاد احتاجهم. عندي واحد ثاني وينه هذا هو ما بعد مسته. شوف حكيم آل برش توهم جداد، آل برش ميكس مع مواهب مع الرموز، وحكيم ميكس. الحين أوريكم دقيقة، بنفسجي إيرون كوينتوس، وهذا عندي كاجي. لا وين مو كاجي، هذا وين كاجي الثاني؟ كاجي بيوراد، وين كاجي بيوراد؟ كاجي ميكس وراح. ايوه هذا 6 بنفسجي. الحين الاصفر هنا، هذا لا وين الشجاب ذا؟ رنا. وعندي هنا قاني 6 أصفر ميكس. الحين الأخضر غريغوريان، حكيم، مورغان، وزيلاين. 6 أخضر ميكس الحمد لله. الأزرق أليس، الأرنب، فريدة، رامبل، إسرانيا، اللازي. 6 أزرق ميكس. الحين الأحمر خلصت 6 أفرق الحمد لله. هنا صانع، وين دبابتي أريس، وليش هنا تحت ملكة القبة. 6 أحمر ميكس. اليوم بتكلم لكم، ما أتكلم معاكم، والله هذا البطل ترى انا اشوفه قوي 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 قوي، بس الناس هاضمين حقه بالنسبه للكلام، يعني ما اشوف الناس يتكلمون عنه كثير او يهتمون فيه. هذا هو والله يا هذا اللاعب، انه خطير 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 خطير. هذا افيراج يعني وسط، تدرون الحين انا اقول لكم مع تروبس هذا صار سريع. الحين تروبسي هذا 4 شو اسمه
اللي من شوي رفعت 29، بمجرد ما يتعدى 27 يتحول سرعته الى سريع متوسط. سرعه المانا صارت 15%، يعني كذا صار سريع. هذا البطل اقسم لك بالله العظيم انه خطير، بس الناس بس ما مظلوم اعلاميا في اللعبه، والناس ما يتكلمون عنه. ولا والله هذا اللاعب انه خطير 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 لابعد حدود، بس ما ادري ليش الناس ما يهتمون فيه. يعطي ايش ديل 455%، 455% دامج تو ذا تارجت. All allies get plus 13 critical chance for 3 turn. يعطي حاسم، يعطي حاسم لجميع اللاعبين اللي معاه. والله هذا انه خطير، هذا لو فعل وعندك مثلا اللازي كاجي الناس سريعين، اليانا اخضر نفسه، عندك مرجانة، عندكم سرتانة، عندكم ماغني، القناصين، فئة القناصة، والله العظيم ان هذا لو فعل لهم انه خطير. هذا مو بسيط، بس مني ليش انا احس ما عند ما له صيت ولا يتكلمون عنه كثير. هذا ما يتكلمون عنه كثير ولا احد يتكلم عنه ولا اي شيء، وحس انه مظلوم كثير من جهة التصويت، من التصويت والناس يتكلمون عنه. ما ادري ليش ما حد يهتم فيه. هذا هو والله انه خطير. هذا حتى مع المواهب، مع المواهب يعني لو رفع وكذا يا ساتر، والله العظيم هذا مصيبة. هذا اللاعب مصيبة. بس كثير كنت اتكلم عنه، وكنت بتكلم عنه قبل كم يوم ونسيت. ليش ما حد يهتم فيه؟ والله ما حد يهتم فيه، لا إلا قليل 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 اللي أشوفهم يهتمون فيه، من جهة التصعيد، من جهة مهارات، من جهة الدفاع، من جهة الناس يتكلمون عن أفضل الأبطال وأقوى الأبطال. ما أدري ليش ما أحد يهتم فيه كثير. وبس، ولا في اي حاجة عندي حاليا غير وريتكم بس تروبس الحين هنا خلاص. ما بقى معي نص مليون، ربع مليون، يعني دمج اثنين بس ما يستاهل اني اسحبه. وبس، والاسود للاسود، ولا حاجة تذكر متى ما يمكن اذا خلصت هذول دمجتهم تروبسات هذه اللي مشوي وريتكم اياها، ممكن اسحب لي 100، اسحب لي 50 مثلا او 20، بحيث انه خلاص هذا يتمكس. خلاص ابغى مكسه 4460. وبس، وصل اللهم وبارك. وحاليا مجمع علام، عندي 45 علم. هذه بعد نص ساعة بتبدأ وخلص. وبس، وصل اللهم وبارك. See you.